عليكم السلام ليلي، هنتعلم مع بعض كويتشن جديد. فاكرين احنا اتكلمنا قبل كده على كلمة كويتشن؟ ممكن تفكرني يا رقية، هو يعني ايه كلمة كويتشن؟ رقية، كويتشن؟ رقية لسه ما دخلتش. انس، يعني ايه كويتشن يا انس؟ انس يعني ايه كويتشن؟ سؤال ايوه، كويتشن يعني سؤال نعمل سؤال. وطالما احنا هنعمل كويتشن سؤال، يبقى بنحط فول ستوب ولا بنحط كويتشن مارك؟ بنحط question mark. يس، كويتشن مارك، عشان ده اسمه كويتشن، والكويتشن سؤال وبنحط كويتشن مارك. اوكي، طب يا انس، احنا النهارده عاوزين نتعلم مع بعض كويتشن اسمه ماذا؟ ما هذا؟ بقول معايا يا انس، What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ يبقى أول حاجة لما نيجي ما نتكلم هذا؟ What is this؟ حاجة مستخبية ومش عارفين هي إيه، أول حاجة نكتب مين؟ What؟ What. طيب خلي بالنا من What. What أنا بسأل عن حاجة واحدة singular، يعني أنا مش عارفة قطة إيه بالإنجليش وعايزة أسألك يا أنس، فأنا عندي القطة دي singular مفرد، يبقى what is ولا what are؟ لا، what is؟ What is this؟ عشان إحنا بنشاور عليها من قريب. What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ what is this؟ What is this؟ what is this؟ ليه اخترنا وات؟ لان احنا عاوزين نعمل كويتشن. كويتشن اسمه ماذا؟ ماذا يكون هذا؟ وات از ذس؟ وات از ذس؟ اوكي، طب يا ندى، ندى لو انا عندي يا ندى قطط كتير، قطط كتير ومش عارفه اساميهم ايه، قطط كتير، عاوزين نسال بقى عن كويتشن اسمه ماذا. نبدا بمين اول حاجه يا ندى؟ مين هي اسمها ماذا؟ ندى، مين هي ماذا يا ندى الجديدة اللي احنا هناخدها النهاردة؟ What. ندى، what. What. يبقى أول حاجة هنكتبها what عشان نعمل question اسمه ماذا. What. إيه ده؟ إيه ده؟ What. أنا عندي قطط كتير، يبقى هنقول what is ولا what are؟ يبقى what are. طب احنا بنشاور على القطط دي من قريب، what are القريب هنستخدم لها ايه؟ this or this ما هزيز ايه ندى؟ هي مش بتعرف يعني، بتبقى عارفاها بس مش عارفه تنطقها، لخبط كده. What are these؟ قولي يا ندى، what are these؟ يبقى احنا بنسأل عن قطط كتير، بنقول ايه دول؟ قطط كتير وبنقول لهم ما هذا؟ ايه دول؟ مثل حاجات كتير. Thank you يا ندى. رحمة، رحمة، لو انا عندي يا رحمة عاوزين نعمل كويتشن وفي بن قلم، بس انا لسه مش عارفاه بالانجلش معناه ايه. يلا عايزين نسال مع بعض، ايه الكويتشن اللي هنبدا بيه عن القلم؟ وات. وات، اوكي، هتستخدمي ايه جنب وات؟ وات معناها ماذا. هتستخدمي ايه القلم واحد، وات از اور وات ار؟ وات از. وات از از ذس. What is this؟ ما هذا؟ طب نحط question mark ولا full stop؟ question mark. question mark. اوكي ياسين او يوسف، لو انا عندي يوسف اقلام كتير، اقلام كتير، عاوزين برضو نعمل question مع بعض، هنبدأ بمين اول حاجة يا يوسف؟ اول حاجة هنعمل question بوات عشان احنا بنسأل ماذا. طب جنب وات هنحط ايز ولا هنحط ار؟ هنحط الار. يبقى وات ار، واحنا بنشاور عليهم من قريب، يبقى وات ار ذيز. وات ار ذيز. اوكي، ثانك يو يوسف. ساره،
لو انا عندي يا ساره كتاب واحد، كتاب واحد عايز اعمل كويشن بيه، انا مش عارفه الكتاب بالانجلش يعني ايه، هقولها ازاي يا ساره عشان اسالك؟ وات وات، هتستخدمي جنب وات از ولا جنب وات ار؟ از. وات از؟ يس. ذس. وات از ذس؟ يعني ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ وات از ذس وكويشن مارك. طب يا ليلي لو انا عندي كتب كتير، يا ليلي كتب كتيره، وات ار دي؟ يبقى وات ماذا؟ هنستخدم بقى ار عشان دول كتير، وات ار، وبنشاور على الكتب من قريب، يبقى وات ار ذيز. اوكي تعالوا بقى نتعلم مع بعض ازاي نجاوب، يعني ازاي نعمل الانسر بتاعنا. اوكي هنا، هنا تعالي اتعلمي معايا ازاي نعرف نجاوب على الكويشن ده. وات از ذس، نشطب وات، نبدل ذس، نكتب ات از ا اسم الصوره. قولي معايا كده يا هنا، اول حاجه نقول ايه؟ نشطب وات. نشطب وات يعني نقول لها باي باي. نشطب وات، نبدل مين؟ مين اللي هتنزل الاول؟ نبدل زيس. لا بصي بقى، بصي يا هنا، زيس دي، زيس دي لازم نحولها لإت. زيس لازم نحولها لمين؟ لإت. يبقى تاني، نشطب وات، نشطب وات، نبدل زيس، نبدل زيس، نكتب إت إز آه اسم الصورة. نكتب ماما. It is a. It is a. اسم الصورة. ايه اسم الصورة اللي عندك؟ كيف تاني؟ full stop. Okay, thank you Hannah. طب يلا يا عمر، يلا عمر نقول الكلام ده تاني. What are these? What are these? يلا نعمل answer، نجاوب، نقول لمين باي باي، نشطب مين ونقول لها باي باي. نشطب مين؟ what. نشطب what. قولي يا عمر، نشطب what. نشطب what. نشطب what. نبدل مين؟ نبدل زيز. قولي بقى لو انا هبدل زيز دي هكتبها it ولا هكتبها ازاي عشان ده كتير؟ نكتبها ايه؟ it ولا زي؟ ايه دي قطط كتير يا عمر، يبقى زي، يبقى نكتب ايه بقى؟ زي ار اسم الصورة. قولوا يلا، زي ار اسم الصورة. مين الصورة اللي عندنا؟ مين الصورة اللي عندنا؟ ايه الصورة اللي عندنا؟ قطط. قطط. يبقى كات ولا كات؟ كات. كات لها اسم من غير اسم؟ لا عشان دول قطط كتيره، يبقى نحط لهم كات عشان قطط كتيره. اوكي يلا ياسمين، ياسمينه سلام يا ميس. لو انا عندي ياسمين وات وات از ذس، قول باي باي لمين ياسمين؟ وات از ذس. What is this? باي باي لمين؟ هنشطب مين؟ What. نشطب what، نبدل what. لا مش هنبدل what، هنشطب مين أول حاجة؟ نشطب what، نبدل this. نشطب what ياسمين، نبدل this. نشطب what، نبدل this. دي هنحولها لإت ولا نحولها لزي؟ عشان ده قلم واحد. this دي هنحولها لإت ولا زي هنحولها لإت؟ هنحط جنب الإت إز. إت إز آ. إت إز آ إيه يا ياسمين؟ إيه اللي في البيكتشر عندك؟ إيه اللي في الصورة عندك؟ ابن. اوكي ثانك يو ياسمين، ابن.
يلا يا جودي. What are these؟ نقول باي باي لمين؟ نقول باي باي لوات. باي باي لوات. قولي لي بقى الزيز دي نحولها لايه عشان دول اقلام كتير. زي الزيز ده كتير نحولها لزي. نشطب وات نبدل زيز نكتب زي ار اسم الصورة. نشطب وات نبدل زيز نحولها لايه نبدلها لايه زي ار اسم الصورة. ايه اللي في الصورة عندك دول يا جودي؟ بن. بن ولا بنز؟ لا بن. احط لها انا احط لها اس نحط فول ستوب. لاين. اوكي ثانك يو جودي. لاين. What is this? What is this? نقول ايه نشطب مين؟ نشطب وات نبدل this. نبدلها بايه this؟ نبدلها ب it. Excellent. It. هتحط ايه جنب it يا لايان؟ It is. Is. It is a اسم الصورة. اسم الصورة عندك ايه هنا البيكتشر بتاعتك ايه؟ بوك. يبقى it is a book. فول ستوب. It is a book. Thank you يا نادين. يلا نادين الكويستشن بتاعك يا نادين. What are these؟ these. نشطب مين الأول؟ طب what؟ نشطب وات. باي باي يا وات. قولي لي بقى الزيز دي نحولها لايه؟ زيز نحولها ايت. لا مش ايت ده الكتب كتير. هي زيز دي بتاعت اصحابها الحاجات الكتير. ار. نو نو نو. بصي يا نادين هقول لك على حاجه حلوه. احنا هنعمل بوكس كده مع بعض. تعالي تعلميه كده معايا. هنعمل بوكس. دي قطه. اوكي نادين دي ايه؟ قطه. قطه كات صح. طب احنا لو احنا هنتكلم عن القطه دي ينفع نتكلم عنها بايه؟ فكري كده. اي نادين هنتكلم this. عنها بزيس. اوكي ايوه ينفع نشاور عليها بزيس. طب ايه كمان؟ زي. لا زيس ما تنفعش. دي قطة واحدة. ذات. يس ذات تنفع معانا عشان دي سنجلر. ايه كمان تاني ممكن نتكلم عن القطة بيه؟ فكري كده. اخدناها نتكلم عن حاجة غير عاقل بايه؟ ات. برافو عليك. هو هنا بيقول لك ان انت تحولي ذيس لات بس كده. لان اي حاجة سنجلر ينفع نستخدم لها ذيس أو ذات أو إت. طب يا حلا حلا قولي لي كده لو أنا عندي قطتين كاتس قطط كتيرة يعني هنستخدم لها إيه حلا نتكلم عن الكاتس؟ أي جمع. أوكي هنستخدم لها إيه بقى؟ نستخدم لها أنا دلوقتي عايزة أتكلم عن الكاتس دول ينفع نستخدم ذيس؟ ذيس؟ لا لا ما ينفعش. هنتكلم عنها بإيه طيب؟ بزوز. أوكي ممكن نستخدم الأول زوز. أوكي ومين كمان يا حلا؟ وإيز. وإيه؟ وزيز. وزيز كمان صح. ممكن نستخدم عن القطط كتير بزيز. ومين كمان تاني يا حلا فكري كده؟ مين كمان؟ ومين كمان لو انا عندي حاجات حاجه برولر جمع نستخدم لهم ايه؟ نستخدم اي جمع نستخدم ال اي جمع ناخد ازاي. برافو عليكي. يعني دول اصحاب السنجلر ودول اصحاب مين يا حلا؟ البلورر. برولر بالظبط كده. فبصي يا نادين نادين انا هنا يا نادين عندي انا هنا عندي زيز انا هنا عندي ايه؟ زيز. طب انا عايزه احولها للبروناون بتاعنا. ايه البروناون بتاعنا اللي بيجي للحاجات الكتير؟ ذيس وذوس وذي.
اوكي طب احنا بقى عايزين نحولها بقى، ينفع نحولها لزوز بعيد ولا نحولها لزي اللي هي بتاعتنا الاصليه بتاعت البرولر الاصليه؟ نحولها زوز. لمين؟ زوز. لا مش هنحولها لزوز، لا هنحولها لمين؟ زي. زي. هنحولها لمين؟ زي. طب وزي زي. هتاخد ايز ولا ار؟ ار. يبقى زي زي ار البيكتشر اللي زي عندك، الصوره اللي عندك زي زي ار بوكس، ونحط فول ستوب. تاني بصي تاني على الجدول ده يا نور، انا عندي سنجلر وعندي برولر. السنجلر ينفع نستخدم له ذيس اور ذات اور ات، لكن البرولر بنستخدم له ايه؟ ذوز ذيز اور ذي. فلما اجي اقول لك انا، لو انا عندي ذيس، عندي ذيس يا نور، احولها لايه لما اجي اعمل انسر بتاعنا؟ لما اجي اجاوب احولها لايه؟ هيا نور حولها لمين البروناون بتاعنا اللي بيستخدم له ذيس؟ مين؟ نحولها لمين يا نور؟ نور ركزي معايا يا نور. نعم. نحولها لإت، نحولها لمين؟ لإت. لإت، لأن إت، لأن إت هي دي بتاعت السنجلر. طب يا أنس، أنس لو أنا عندي ذيس يا أنس، ذيس. أيوة. أنا لو أنا عندي زيز أحولها لإيه زيز؟ أحول لإيه زيز؟ أحولها زي. نحولها لزي، لأن أنا عندي مجموعتين، عندي سنجلر وعندي برولر، فالسنجلر بيستخدم زيس عادي، ذات أوكي، إت أوكي، البرولر زوز لو أنا بشاور من بعيد زي ما اتعلمنا يا ندى، أو زيز لو إحنا بنشاور من قريب، أو زي لو إحنا بنتكلم عنهم كده من غير ما نشاور خالص. فهمتوا؟ واحنا النهارده اخذنا كويستشن، كويستشن يعني سؤال، والكويستشن يا ندى بنحط في الاخر فول ستوب ولا كويستشن مارك؟ ندى كويستشن مارك. كويستشن مارك، اوكي. الكويستشن بتاعنا اسمه ماذا؟ فلازم نبدا بمين؟ مين اسمها ايه؟ وات. وات. وات قدامنا حاجتين يا ندى، لو احنا عاوزين نسال عن حاجه واحده يبقى وات از، لو احنا بنسال عن حاجات كتير يبقى وات ار. وات از للحاجه الواحده كلها، وات ار للحاجات الكتير. حاجات الكتير. رحمه، طب لما كنا بنجاوب يا رحمه بنقول باي باي لمين او بنشطب مين؟ بنقول باي باي لوات. اوكي باي باي لوات. وزيز دي نحولها لمين؟ نحولها لإت. زيز نحولها لإت. طب لو زو، لو زيز نحولها لإت. طب لو زيز يا رحمة، زيز هنحولها لزي. هنحولها ازاي؟ اوكي فهمتوا كده؟ فهمتوا ليلي؟ فهمت الجزء ده يا ليلي؟ احنا اتعلمنا النهارده كويستشن اسمه ما هذا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده لو حاجه واحده يبقى وات ذس؟ ايه ده لو حاجات كتير يبقى what are these؟ وتعلمنا مع بعض ان انا عندي حاجة اسمها singular وplural. singular يستخدم له this او that او it، والplural those these or they. اوكي okay؟